السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا اليوم سأتقاسم معكم تمرينا مهما جدا فيما يخص مجزوءة الكهرباء المستوى الثاني بكالوريا، وهو يتكون من دارة كهربائية ثنائي القطب RL. إذا ثنائي القطب RL اللي هو يتكون من وشيعة ومن موصل أومي. إذا ها هو الآن التمرين أمامكم، ما عليكم إلا أن تقرأوا بتأني ثم تجيبوا عن الأسئلة، وبعدها تقارنوا مع الأجوبة التي سأعطيكم. إذا بالنسبة لهذا التمرين قلنا يتكون من ثنائي قطب RL، وثنائي قطب RL يتكون من وشيعة ومن موصل أومي. الوشيعة عندها معامل تحريض ديالها L، وعندها المقاومة الداخلية R. إذا نقول الشكل ديال الورقة ثم مثل عليه التوتر UL في الاصطلاح مستقبل، وكيفية ربط رسم التذبذب لمعاينته. إذا هذا رسم التذبذب فهو استعملناه لمعاينة التوتر بين طرفي الوشيعة. إذا هالشكل هو، قبل ما نمروا الأسئلة نحاولوا بعد على الأقل نقربوا المفهوم. إذا عندنا كما قلت لكم عندنا ثنائي قطب RL يتكون من وشيعة ذات مقاومة داخلية R ومعامل تحريض ديالها L، وعندنا L وعندنا موصل أومي R. إذا التيار الكهربائي هكذا، إذا كيف إذا التيار الكهربائي عندنا هنا ماذا؟ عندنا مقاومة قوة كهرباء محركة E بطبيعة الحال. إذا التيار يمر من هنا، إذا عندنا التوتر بين مربطي الوشيعة، وهنا التوتر بين مربطي الموصل الأمي. إذا لمعاينة التوتر بين مربطي الوشيعة نربطه برسم التذبذب. إذا رسم التذبذب فهو يتكون من قطبين. إذا هناك غادي نديرو هنا ما يسمى بالمدخل إكغاك على حسب إشارة ديال التيار الكهربائي، وهنا غادي نديرو الهيكل بطبيعة الحال. إذا بطبيعة الحال سنعاين على رسم تذبذب، غادي نعاينو رسما معينا اللي هو هذا معطيكم هنايا. إذا فوالا الرسم هو هذا، التوتر UL بين مربطي الوشيعة. إذا السؤال الأول، هل قاطع التيار، بعد نقول الشكل الورقة ثم مثل أي التوتر درناه، هل قاطع التيار مغلق أم مفتوح في هذه الدراسة؟ بطبيعة الحال فهو مغلق، لأنه لو كان مفتوحا سيكون UL عند اللحظة T تساوي الصفر يساوي الصفر. إذا تلاحظوا بأن UL عند اللحظة T تساوي الصفر يخالف الصفر، يعني أن التيار أو قاطع التيار فهو مغلق. هذه أسئلة تتعلق بالدرس. المهم فيما يخص بالنسبة لنا احنا هو كيف إيجاد المعادلة التفاضلية للتيار المار بالوشيعة. إذا اش غادي نكتبو هنايا؟ فوالا عندنا قانون إضافية التوترات، UR زائد UL هو E، يعني أن RI زائد LDI سوغ DT بلس RI إيكالا E. بمعنى آخر غادي نديرو هنا R بلس R في I بلس LDI سوغ DT إيكالا E. دونك إلا قسمنا على L ندير بالإشتقاق dI sur dt plus r plus r je divise par l fois i et je divise par l ici. Donc هذه المعادلة التفاضلية المتعلقة بشدة التيار. الآن السؤال الموالي قال لك عطاك الحل ديال هذه المعادلة اللي هو اي دو تي هو ا هو اكسبونسيال دو موان تي سور تو. المطلوب منك هو اوجد ا وتو، اوجد ا و محددا المد الفيزيائي لهما. على كل، اذا بالنسبه لهذه المعادله غادي نحاول نقلبوا على ماذا؟ على دي اي سور دي تي. فوالا دي اي سور دي تي اللي هي ا سور تو اكسبونسييل دو موان تي سور تو، وغادي نحاولوا نعوضوا هنا في هذه المعادله. هذه غتصبح عندنا ا سور تو اكسبونسييل دو موان تي سور تو بلس ار بلس ار سور ال a moins exponentielle de moins t sur tout égale à e sur l. يعني أن a sur tout exponentielle de moins t sur tout، نحاول ندير غير a exponentielle de moins t sur tout facteur de 1 sur tout moins r plus r sur l plus a اللي هي
en facteur de r plus r موان او سور ال ايغال ا زيرو. اذا هاد التيرم هذا خصو يكون يساوي الصفر، وهاد التيرم خصو يكون يساوي الصفر، مما يعني ان دو هي ال سور ار بلس ار، و ا ني اوتر كو او ديفيزي باغ ار بلس ار. اذا هذه كملاحظه بالنسبه ل الأ، تتعرف بأنه في النظام الدائم يعني دي إي سوغ دي تي إيكال صفر، بمعنى أن إي تأخذ القيمة إي زيرو، دونك هي إر غتولي عندنا إر بلس إر إي زيرو غتكون هي أو، بمعنى أن إي زيرو هي ماذا؟ هي أو سوغ إر بلس إر، ولهذا غنكتبو بأن هاد أ اللي لقيناه ما هي إلا شدة التيار في النظام الدائم. الان بعد ما عرفنا هاد الامور هذه غادي نحاول نكتبوا ليكسبرسيون ديال اي دو تي. اذا هي ا اللي هي اي زيرو ان موان اكسبونسييل دو موان تي سور تو، فوالا ليكسبرسيون ديال التعبير ديال شده التيار. الان سؤال اثبت ان تعبير التوتر يو ال بين مربطي الوشيعه يكتب على الشكل التالي. إذن هاد الأمور هذه كيفاش غادي نحاولوا نقلبوا عليها، كيفاش غادي نبحثوا عليها؟ إذن ها هو الرسمة قدامكم، غادي الشكل هو قدامكم، غادي نحاولوا دابا نقلبوا على يو ال. عندنا من خلال المعادلة اللي جدرنا في الأول يو ال زائد يو ال تساوي أو، يعني أن يو ال تساوي ماذا؟ أو موان يو ال. إذن هي أو موان ار إي، سيتادير هي أو موان ار، وشنو هي إي؟ إي هي هاد أ. L'expression de A est E sur R plus R, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tout. C'est-à-dire, il y a E moins R, E sur R plus R, voilà, plus RE sur R plus R, exponentielle de moins T sur tout. Donc, il y a des E, on multiplie ça, on va dire E, 1 moins R, sur r plus r plus r e sur r plus r exponentielle de moins t sur tout. C'est-à-dire لدرجة وحدت المقامات بطبيعة الحال غتوحد المقامات غتوصل لهذ النتيجة اللي غنوصل لها دابا هي e، لأن r مع r غتمشي غتبقى e r sur r plus r plus r e sur r plus r exponentielle de moins t sur tout. Donc il y a un multiple il y a un r plus r, donc il y a facteur de 1 plus il y a un r sera, donc c'est dire il y a r sur r exponentielle de moins t sur tout. Et donc il y a ul bidalalat الزمن. إذن إلى قرناها مع هذاك الشيء اللي عندنا هنايا تلاحظوا بأنها هي كذلك هي هذه المسألة هي فوالا ul هي هذه. الان من بعد ما وصلنا لهذا التعبير ديال يو ال المطلوب هو استنتاج قيمه كل من او و ار. طبيعه الحال غادي نستعملوا هنا البيان. اذا البيان هو هذا اللي عندنا، كيفاش غنستعملوا لاحداث او لايجاد قيمه ديال او وديال ار. اذا من خلال العلاقه التالية، إذا هذه الإكسبرسيون ديال يو ال، تلاحظوا بأن يو ال عند اللحظة تي تساوي الصفر، الإكسبرسيون ديال الصفر هو واحد، غتبقى هي يو ال سور ار بلس ار في ان بلس ار سور ار، سيتادير هي او ار ار بلس ار، غنوحد المقامات غتبقى ار بلس ار سور ار، دونك هنا دونك سا مو دون ماذا؟ او. إذا غادي نجي البيان، تلاحظ بان عند اللحظه تي تساوي صفر يو ال اللحظه صفر هي هذه، هي هذه القيمه هذه. اذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فولت، اذا هاد او هذه دونك سي بيان 9 فولت، فوالا ليكسبرسيون ديال او. بقات لي ليكسبرسيون ديال ار، اذا كومون نوصل ليكسبرسيون ديال ار؟ تلاحظ دائما من خلال استعمال هاد العلاقه ديال ليكسبرسيون ديال يو ال، تعرف بان عندما تؤول تي الى l'infini. L'exponentiel de moins l'infini c'est 0, c'est ER sur R plus R. Et donc, comme tu sais, la valeur UL est à l'infini. Et donc, quand tu as L, T à l'infini, tu as une valeur stable, qui est 2 volts.
فوالا. اذا غنجي ندير بان ان هذه تساوي ماذا 2 فولت. اذا من خلال هذه الاكسبريسيون هذه يمكن لي نوجد بوتيت ار، يعني عندي هنا بان او ار غتكون تساوي هي 2 ار بلس 2 ار، سا فو دير كو ار مضروبه في او موان 2 تساوي 2 ار. بمعنى اخر يعني غنوجد ار هي ماذا، هي 2 ار سور او موان 2. R عندك هي 35 اوم، في E قلنا هي 9 ناقص 2 دونك هي 10 اوم. فوالا ليكسبريسيون دو R. إذا بالنسبة للطوق حدد قيمة الطوق واستنتج L، حدد قيمة الطوق واستنتج L. إذا الطوق من خلال الرسم فوالا الطوق، هذه القيمة هذه اللي تلاحظوا بأن هنا كاين 2 وهنا غتكون 4 وهذا واحد، دونك هنا راه هنا إذا هذه ثلاثة هي هذه فوالا قرب رسم، إذا هذه راه ثلاثة هنا كاينة جوج، دونك هذه النصف بين دونك هي جوج ونص. إذا هنا غنقولو بأن الطو إيكالا 2.5، دونك الطو إيكالا 2.5 ملي سكوند. من هنا أستنتج ماذا؟ غادي نستنتجو إل، لأن إل سي كوا؟ هي إر بلوس إر فوا طو. ستادير ار هي عندك 35 زائد هي 45 فوا 2.5 10 موان 3 اون سكوند عطاتنا هي 0.1 هنري. فوالا ليكسبرسيون بلا فالور دو ال. الان غادي نمرو للسؤال الاخر اللي هو كالتالي، قال لك بين ان وصول الطاقه المخزونه في الوشيعه الى نصف قيمتها القصوى هو هذا الاكسبرسيون، هو هذا التعبير، ثم احسبه. اذا هنا وجدت بان التمرين هذا من ضمن التمارين المهمه جدا، لانه ليس بامر هين ولكن هو يحتاج الى تركيز. اذا اولا اشنا هي الطاقه المخزنه في الوشيعه؟ نعلم ان الطاقه المخزنه في الوشيعه هي كالتالي، هي او ام تدير هي ان دومي ال او كار، بينما الطاقه القصويه ما هي؟ الطاقة القصوية هي ماذا؟ هي ان دومي ال اي، ستاخذ القيمة اي زيرو، دونك ال اي زيرو او كار. إذا قالك متى تكون هذه الطاقة اللي هي بدلالة الزمن اللي هي ان دومي ال اي او كار، متى تأخذ نصف قيمتها القصوى يعني ان دومي ال اي زيرو او كار، اللي هي ماذا؟ هي ان كار ال اي زيرو او كار، سي بيان سا. إذا ما معنى هذا؟ يعني أن اي او كاري تساوي ان دومي اي زيرو او كاري، اختازلو ال مع ال وكذا، اذا غتعطيني هاد القيمات، يعني ان اي تساوي ماذا؟ الجذر ديال هادي، يعني هي واحد على جذر جوج فوا اي زيرو. تعرفوا بان اي سي كوا؟ سي ا ان موان اكسبونسيال دو موان تي سور تو، وبما ان اي زيرو ايكال ا دونك اون بو سامبليفي، سا مو دون 1 moins exponentielle de moins t sur 2 égale à 1 sur racine de 2. بمعنى أن exponentielle de moins t sur 2 égale à 1 moins 1 racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Donc, les deux sont les ln. Donc, moins t sur 2 égale à ln de racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Ou bien moins ln de racine de 2 sur racine de 2 moins 1. Ou bien t, les enclavés ont l'air de t1 de mieux dans votre hal, car il y a une nisfe taqa al-makhzouna, et donc t1 de mieux, les ou mada ou to fois ln de racine de 2 sur racine de 2 moins 1. Voilà l'expression de t. هذا لو طون هذا سميناه هو تي ان دومي، هو الذي تكون فيه الطاقة المخزونة في الوشيعة تساوي نصف قيمتها القصوى. ثم قال احسبه، إذا احسبه يعني أن غنديرو تطبيق عددي، غنديرو تطبيق عددي، غادي نوجدو كما وجدت بالنسبة لي أنا، دونك جي تروفي 3 10 - 3 ملي سكوند. الآن السؤال الموالي في الحالة الأخرى، يعني لقاطع التيار، إذا هنا في الحالة الأخرى يعني هنا غنديرو قاطع التيار مفتوح، بين أن المعادلة التفاضلية ولكن للطاقة المخزونة
في الواشيع تكتب على الشكل التالي. إذن فهذا النوع من الأسئلة فهو غالبا نادرا ما يطرح، ولكن خصك إلى الطرح خصك عارف كيفاش تقدر تقبل تقدر تجذو. إذا هنا نريد أن نجد المعادلة التفاضلية بدلالة ماذا؟ بدلالة الطاقة المخزونة. إذا هنا غادي نحاول نعرف بأن أم الطاقة المخزونة بدلالة الزمن هي أن دومي أل إيوكار. إذا من هنا غنحاول نستدرج إي أوكاري ماذا تساوي؟ هي دو أو إن غنحتاجوها دو إم سيغ ماذا؟ سيغ إن. إذا إلا درت المشتقة ديال دي أو إم باغابوغ طون، إذا شغطينا هي أن دومي إل دي دو إي أوكاري هي دو فوا إي فوا دي دو إي سيغ دي تي، هادشي غادي ندرسوه في المات في الرياضيات ياك للتذكير فقط. إف إن بريم هي إن إف إن موان زان فوا إف بريم، هادي هي طبقتها هنايا. دونك 2 مع 2 مشات غتبقى ماذا؟ غتبقى ال اي دي اي سور دي تي. اذا من جهه اخرى قلنا يو ال بلس يو ار ايكال ا زيرو، يعني ان ال دي اي سور دي تي بلس ار بلس ار فوا اي ايكال ا زيرو. دونك جو هنا غنستنتج دي اي سور دي تي اللي هي موان ار بلس ار سور ار فوا اي. وبالتالي إذا مشتقة ديال دي دو إم سوغ دي تي ماذا تساوي؟ تساوي إل فوا إي، هاهي إل فوا إي في دي إي سوغ دي تي اللي هي ماذا؟ موان إر بلوس إر سوغ إر فوا إي، سيتادير إل هنا دي إي سوغ دي تي هي موان هنا ديفيزي باغ إل، عفوا هنا ديفيزي باغ إل، دونك هنا إل مع إل مشات غتبقى عندي هنا ماذا؟ موان ار بلس ار فوا اي او كاري اللي هي ماذا؟ موان ار بلس ار قلت لك اي او كاري هي هذه، فوالا عندنا اي او كاري هي هذه. دونك سي كوا؟ سي دو فوا لينيرجي او ام سور ماذا؟ سور ال. اذا عندنا هذه فوالا دي او ام سور دي تي ايكال سا، سا فو دي كوا؟ سا فو دي بان دي دو لينيرجي اون ماغازيني بارابور او طون بلس 2 fois R plus R L fois l'énergie emmagasinée égale à 0. Et donc, c'est la moindre بدلاله ماذا؟ بدلاله الطاقه المخزونه في الوشيعه اللي هي هذه كالتالي. اذا هنا اعطاكم السؤال ما بعد الاخير، قال لك حل هذه المعادله التفاضليه يكتب على الشكل التالي. اذا فوالا، اذا او ام بدلاله الزمن هو او ام او زيرو ليكسبونسيال دو موان تي سور تو. حدد او ام زيرو وتعبير تو بريم بدلاله التو، فوالا هنا كاينه هذه تو بريم. اذا اولا غادي نحدو او ام زيرو، فوالا اذا لينيرجي او ماغازيني او الطاقه المخزونه في الوشيع عند اللحظه تي زيرو هي ان دومي ال اي زيرو او كار. إذن ستادير هي أن دومي إل إي زيرو كاري هي أو سور ماذا؟ إر بلوس إر أو كاري. دونك هنا غنديرو غير تطبيق عادي هاديك، دونك إم زيرو سي كوا؟ سي أن دومي فوا إل هي زيرو فيكيل أن فوا نوف سور كارون سانك أو كاري. دونك جي تروفي دو ديس موان تروا جول. إذن بقى السؤال الأخير هو لقاو طو بريم بدال طو، إذا دي دو إم باغابوغ طو لقينا هي شنا هي أو إم زيرو سور طو بريم إكسبونسيون دو موان تي سور طو بريم، يعني أن دي دو أو إم ألانستون تي باغابوغ تي أو زيرو، ألوغ جو في غومبلاسي هنا غنعوض تي بصفر، أش غتعطينا هي ماذا؟ هي موان أو إم زيرو سور طو بريم اللي هي ماذا؟ دابغي ليكسبرسيون ديال هادي هي هادي فوالا، يعني هي موان دو ار بلوس ار سور ال، ولكن او ام عند اللحظة تي تساوي صفر. إذا غنسامبليفي هادي مع هادي أش غتعطينا؟ دونك غنقلب لطو بريم، إذا طو بريم غيعطينا هي ال سور دو ار بلوس ار. شاسون كو ال سور ار بلس ال هو طو، دونك هادي هي طو سور ماذا؟ سور دو.
إذا هذه العلاقة بين تو بريم و تو. إذا تلاحظوا بأن هذا التمرين هذا فهو تمرين جد مهم جدا، لأنه في أسئلة صعيبة شوية شيئا ما، ولكن الإنسان خصو يحاول يتمرن على هذه النوعية ديال الأسئلة، لأنها تطرح غالبا في الامتحانات الوطنية، ولأنها تعتمد على المنحنى، وخاص الطالب يكون ملم بجميع ما في الدرس. إذن أشكركم على انتباهكم، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.